كرمت. كنت نويت العمرة في رمضان، وفعلا بالفعل حجزت كل شيء، ويعني رجعت من المطار بسبب خطأ في يعني خطأ في جهاز السفر كده. فهل تحسب لي العمرة أم يعني تعتبر؟ ربنا كريم، نزل قول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. كان من الصحابة رجل مرض وكان يريد الهجرة، فأراد أولاده إثناءه عن الهجرة فقال: أخرجوني إلى مدينة رسول الله. فخرج وجاوز مكة ومات. فنزل فيه قول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم. فكتب لك الأجر إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك.